اهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله الاخباريه من الان. اسعد بصحبتكم انا همام مجاهد. على مدار هذه الساعه نتناول العديد من الموضوعات المحليه والاقليميه والدوليه. جرى وفد من وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه برئاسه الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيره لشؤون متابعه خطه التنميه المستدامه زياره ميدانيه الى محافظه المنيا، والتي تستمر من 10 إلى 11 من فبراير، وذلك بهدف التاكد من معدلات الانجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، وأيضا التعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية. للمزيد من المتابعة والتفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الزميل أحمد الأفيوني مراسلنا من هناك. أهلا بك أحمد في هذه الجولة الإخبارية، أطلعنا على هذه الزيارة وأهم البنود ربما والمحاور التي تناولتها هذه الزيارة مع هذا الوفد. تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل كما ذكرت اتواجد هنا في محافظة المنيا وتحديدا من داخل قرية اولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة هنا في محافظة المنيا، حيث يواصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارته لمحافظة المنيا لليوم الثاني على التوالي لمتابعة ويعني الوقوف على اهم المشكلات التي تواجه هنا القرى الاكثر احتياجا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. العمل همام يثير هنا بخطوات جادة من قبل الحكومة المصرية ومحافظة المنيا لتنفيذ فعاليات المرحلة الثانية من هذه المبادرة الرئاسية الهامة ضمن فعاليات هذه المبادرة، ويعني والبدء في بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه المبادرة. للمزيد من التفاصيل دعني همام استقبل معك وعبر الهواء مباشرة الدكتور محمد أبو زيد وزير نائب محافظ المنيا. دكتور محمد في البداية برحب بحضرتك، يعني لو تطلعني في البداية على أهم يعني ما جاء من تفاصيل في هذه الزيارة التي يقوم بها وفد من وزارة التخطيط لمحافظة المنيا وتفقد عدد من القرى الأكثر احتياجا هنا في المحافظة. احنا بكل تأكيد بنرحب بوفد وزارة التخطيط الدكتور جميل واللواء محمد، والحقيقة ان دي في اطار المتابعة لما تم من اعمال في قرى حياة كريمة المرحلة الاولى والثانية. المرحلتين دول باجمالي 25 قرية في محافظة المنيا، استثمارات 1,600,000,000. الحقيقة ان القرى ديت استهدفت بناء على معايير تخطيطية وبناء على معايير قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لحصر القرى الاكثر احتياجا. 6 قرى في المرحلة الاولى، 19 قرية في المرحلة الثانية. سيد الوزير المحافظ اللواء أسامة القاضي في زياراته الميدانية المتتابعة بيتابع أعمال المشروعات، والنهاردة بالتنسيق مع وزارة التخطيط بنتابع ما تم في قرية أولاد الشيخ في مركز مغاغة. احنا طبعا نعلم أن هناك مبادرة تطوير المراكز، بنتكلم عن 50 مركز 1,500 قرية بتكلفة تزيد عن 500 مليار جنيه. المنيا نصيبها 5 مراكز 192 قرية، تطوير شامل للمراكز، بنتكلم عن مختلف القطاعات، مياه الشرب والصرف والغاز والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى مجمعات المصالح الخدمية، نقاط الإطفاء وخلافه. 14 قطاع فيهم تدخلات. النهاردة في أولاد الشيخ عندنا قطاع الكهرباء، يمكن دي كانت مشكلة أنه أعمدة الإنارة مركب عليها محولات كهرباء لا تفي بالقدرة المطلوبة للقرية. قرية احنا بنتكلم في تعداد أكثر من 15,000 نسمة، كان عمود الكهرباء المركب عليه المحول 100 كيلو فولت أمبير، النهاردة ركبنا 6 محولات كل محول 300 كيلو فولت أمبير، فأصبحت القدرة الاستيعابية تغطي المطلوب، وبالتالي مفيش انقطاع، والمحول ركب فيه ستابلايزر او مثبت جهد عشان عمليه تغيير الجهد زي ما حضرتك فاهم ما تؤثرش على الاجهزه. طبعا ده في مجال تدعيم الكهرباء. في مجال المدارس في مدرستين، وحده صحيه، تطوير سكن كريم. التطوير النهارده كمان المركز داخل باكمله في عمليه التطوير، فبالتالي هيدخل كمان في جزئيه الصرف الصحي، ومياه الشرب الحمد لله واصله، ولكن اذا كانت الشبكه محتاجه تدعيم بندعمها او احلال وتجديد. الحقيقه ان المبادره بتستهدف في المنيا 5 مراكز زي ما انا قلت باجمالي 3 مليون او يزيد كمان عن 3 مليون نسمه، يعني نصف تعداد المحافظه تقريبا. فهي مبادره احنا بنشكر فخامه السيد الرئيس عليها، المواطنين محققه رضا تام ليهم، بنستمع للمواطنين ورصد احتياجات على ارض الواقع. يمكن انا كمان بأثمن زياره وزاره التخطيط لانه الدور الرئيسي للزياره انه يتابع على الارض ايه اللي تم وايه النواقص وايه الامور اللي ممكن تكون محتاجه تنسيق ما بين وزارات او تنسيق وتفاهم في اتخاذ اجراءات ما
عشان الامور تبقى بشكل كمان افضل للمواطن. فده مجمل الزياره النهارده، وانا شاكر طبعا وزاره التخطيط، وبنوجه كل الشكر والتحيه للسيد الرئيس على المبادره الرائعه لتطوير المراكز على مستوى الجمهوريه. دكتور محمد، يمكن ذكرت يعني خلال هذا السؤال على يعني العديد من المشروعات التي تمت خلال المرحله الاولى من هذه المبادره، ماذا عن اهم المشروعات التي ستتضمنها المرحله الثانيه من هذه المبادره حياه كريمه في قرى محافظه المنيا؟ لما بنقول المرحله الاولى والثانيه بس عشان نوضح للناس، احنا كان عندنا حياه كريمه بتستهدف مجموعه من القرى. المنيا كان ليها 163 قريه على مستوى ال1000 قريه الاكثر احتياجا، كانت في المرحله الاولى 6، في المرحله الثانيه 19، وتستكمل ال163 باستكمال الثلاث مراحل. انها مبادره السيد الرئيس النهارده تطوير شامل للمركز. يعني لما اجي اتكلم عن خمس مراكز في المحافظه، انا عندي كم قريه؟ 192 قريه، تمام، وما يزيد عن 750 تابع. هذا الكلام احنا النهارده لما بنقول القرى ديت ال192 بنتكلم عن مشروعات بتمس البنيه الاساسيه، ده بالدرجه الاولى. يمكن اول مشروع واهم مشروع بالنسبه لنا تغطيه الصرف الصحي، ثم تدعيم المياه، شبكه المياه، وتدعيم شبكه الكهرباء بقدرات عاليه للمحولات وكابلات واحلال وخلافه، الغاز والاتصالات، تمام، مجمعات المصالح الحكوميه او الخدمات الحكوميه، دي يعني على راس الاولويات. في امور اخرى زي نقاط الاسعاف، الوحدات الصحيه برضو مهمه جدا، خصوصا ان المحافظه هنا ولله الحمد تم تطوير ثلاث مستشفيات، مستشفى درمواس وصملوط وملاوي، مستشفيات نموذجيه ودخلت امانه المجالس الطبيه المتخصصه. حاليا يجري تطوير مستشفى بني مزار بتوجيه من دوله السيد رئيس مجلس الوزراء بعد عرض السيد المحافظ على سيادته. فالنهارده بني مزار بيتم بناء المستشفى. عندنا العدوه ومغاغة مركزين داخلين في المبادره، خمس مراكز هم العدوه ومغاغة وابو رقاص وملاوي ودرمواس. المركزين اللي داخلين في المبادره دول مستشفياتهم كمان داخله في المبادره. فالنهارده المنيا بتتجهز ان شاء الله ان هي تدخل التامين الصحي الشامل ده في قطاع الصحه. يبقى كده خدنا البنيه الاساسيه، خدنا قطاع الصحه وقطاع الخدمات. الامور الاخرى زي مثلا مراكز الشباب والرياضه، وحدات التضامن الاجتماعي، مكاتب التموين حتى بيتم دلوقتي العمل عليها بقوه، وكان لسه مشرفنا السيد وزير التموين الاستاذ الدكتور علي مصلحي، افتتحنا ثلاث مكاتب في صملوط ومطايب ونزار. والحقيقه ان احنا عندنا 16 مكتب خدمه مواطنين مميكن ومتصل بقاعده البيانات الرئيسيه. هو تغيير شامل لوجه الحياه، وانا بعتبر ان ده مشروع مصر القومي في التاريخ المعاصر. انت بتكلم عن 500 مليار جنيه، رقم ضخم جدا. المشروع ضخم، في المنيا بيقوم بالتنفيذ جهاز التعمير، والحقيقه ان هم لا يألوا جهدا لهذا العمل. الشغل مستمر للنهار، وان شاء الله باذن الله بنعد انه خلال المده المحدده ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله هنخلص الشغل باذن الله. دكتور محمد، يمكن ذكرت يعني جهود القطاع الحكومي هنا في هذه المبادره الرئاسيه الهامه، ويعني ماذا عن دور منظمات المجتمع المدني جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي في تنميه واعاده اعمار هذه القرى مره اخرى في خاصه بمبادره حياه كريمه هنا؟ بكل شك احنا بنشتغل. اولا وزاره التضامن الاجتماعي شغاله في المبادره على الارض من اول يوم في المرحله الاولى والثانيه. ثانيا الحقيقه ان دخلت معانا منظمات المجتمع المدني، الاورمان ومصر الخير وراعي مصر، دخلت في عمليه احلال وتجديد البيوت سكن كريم، ودخل معانا برضو في المبادره الجديده ان احنا حضرتك لها تطوير المراكز. منظمات المجتمع المدني شريك رئيسي في تنفيذ المبادره، وكان لهم دور كبير جدا في عمليه المباني المتهالكه او المنشات المتهالكه احلالها وتبديلها بسكن كريم. فزي ما انا ذكرت الثلاث مؤسسات، وفي الفتره اللي جايه في مؤسسات اكثر ستشترك، وكل ده تحت مظله وزاره التضامن الاجتماعي وتحت المظله الكبرى للمبادره. ولا يفوتني هنا ان اوضح ان المبادره ليها شكل تنسيقي، بمعنى الحقيقه ان وزاره التنميه المحليه فيها الوحده المركزيه لاداره مبادره حياه كريمه، وزاره التخطيط فيها عمليه التخطيط والمتابعه الميدانيه ورفع المشروعات على الارض بالاشتراك مع التنميه المحليه، وحتى بيعملوا شيء رائع جدا البورتال الخاص برفع الاحداثيات وخلافه، بحيث ان انت تبقى عارف المشروع موجود فين وتتابعه لحظيا، او يعني كل ديو دي كل فتره بالصور بتاعه الايه التطور في اعمال المشروع. في شكل كمان تنظيمي داخل المحافظه، ان عندنا وحده في المحافظه يشرف على المبادره في المحافظه ككل السيد اللواء اسامه القاضي المحافظ، والوحده بيراسها نائب المحافظ، والوحده ديت فيها اعمال التوثيق والاعلام والتطوير والتخطيط. وعلى مستوى المراكز وحدات مشترك فيها الساده النواب مع رؤساء المركز، لان النواب ضلع رئيسي في التواصل مع المواطن، سواء بنتكلم عن مجلس النواب او مجلس الشيوخ، يعني ضلع رئيسي وهم جدا في ايصال مفهوم المبادره للمواطن وكمان رصد الاحتياجات. ففي شكل تنسيقي للعمل وإدارته على مستوى الوزارات المختلفة، وزي ما السيد الرئيس وجه
تضافر كافة الجهود، يعني حتى وزارة الداخلية بتقوم بجهد رائع جدا جدا في عملية تذليل المعوقات، وكل ما يطلب بيتم تلبيته. فالحقيقة أنه إن شاء الله سنشهد مصر جديدة بعد انتهاء الأعمال في مبادرة حياة كريمة. دكتور محمد، يمكن لم يقتصر دور هذه المبادرة على الإنشاءات وإعادة وإعمار هذه القرى، لكن كان هناك بعد اجتماعي في هذه القرى ورعاية الأسر الأكثر رعاية هنا في هذه المحافظة. تمام. فيما يختص بالأسر الأكثر احتياجا أو الأسر المحتاجة إلى الرعاية، أنا أحب هنا أؤكد على موضوع مهم جدا، أنه مبادرة حياة كريمة أطلقت مبادرة، أو مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة التصالح أو دفع قيمة التصالح، تمام، التصالح حياة ودفع قيمة التصالح عن غير القادرين، وبالفعل تم دفع قيمة التصالح لعدد من غير القادرين في المنيا ومستكمل هذا الإجراء. دي نقطة. النقطة الثانية، بيتم رصد كافة الاحتياجات للمواطنين من قبل التضامن الاجتماعي، مؤسسة حياة كريمة، والعمل على الأرض، العمل الميداني سواء في مجالس القرى أو على مستوى تنسيق المركز نفسه، وطبعا الديوان العام في المحافظة بنتابع هذا الأمر بشكل إشرافي كامل. اللي بيحصل إن المواطن اللي عنده احتياج ما بيعرض الأمر، وإذا كان الاحتياج ده مثلا فرصة عمل بتعاوننا فيها القوى العاملة علشان نوفر فرصة عمل ما يزيد عن 1300 فرصة تم توفيرهم الشهر الماضي. لأن أنا هدفي هنا مش إن أنا أدي مساعدة مالية، لا، هدفي إن أنا أعلمك مهنة، أعلمك حرفة تقدر تشتغل بيها وتجيب أنت دخلك. وهنا برضو بركز على موضوع تاني اسمه شغلك في قريتك. يعني احنا النهاردة بندور على جزئية، وده برضو داخل من ضمن المبادرة، ان احنا القرية بتتطور وبعلم الناس عشان تقدر تشتغل وتحافظ على ما تم تطويره، ويبقى عنده مصدر دخل من مجهوده هو ومن عمله هو. المعاونة المالية بتكون في الاحتياج الضروري في حالة وجود لا قدر الله يعني حادث أو خلاف. إنما احنا شغالين بفهم تاني دلوقتي إنه أنا بعلم المواطن حرفة، بعلمه مهنة، بركز على صناعات، بحصر أراضي يمكن إقامة فيها مصانع. شكرك، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن همام، كان هذا هو لقاؤنا مع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا هنا حول زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للقرى الأكثر احتياجا هنا في المحافظة. وعودة لك همام مرة أخرى. أحمد الأفيوني مراسلنا من محافظة المنيا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وشكرا طبعا موصول ضيفك الكريم على كل هذه المعلومات.